يعني لننتقل الآن إلى فقرة تحبينها أنت بالذات، أنت المناصرة والمدافعة عن حقوق المرأة. سنذهب إلى رام الله لنتحدث عن السعودية. بدأ السعوديون في تنفيذ قرارات بشأن رفع الولاية عن النساء في المملكة في السفر، إنما لا زالت حالات الهرب المستمرة، ولا نعرف إن كانت تؤشر على هشاشة الإجراءات أم على طبيعة الغبن الذي تتعرض له النساء في المملكة العربية السعودية. وتوالت التقارير حول فرار شقيقتان هما دلال ودعاء الشوبكي إلى تركيا بعد أن قامتا بنشر صور ومقاطع فيديو تطالبن فيها المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل. للحديث أكثر عن تداعيات ازدياد حالات الهروب للنساء، مرورا بما تكابده النساء في العالم العربي من القيود المجتمعية، معنا على الهواء مباشرة الأستاذة المدافعة الشرسة عن حقوق المرأة ناهد أبو طيبة، وهي طبعا منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت. ناهد معنا من رام الله، أهلا بك، صباح النور. هل هذا هو واقع النساء، يعني هل هذا الهروب هو واقع النساء في المملكة العربية السعودية فقط؟ صباح الخير توني، صباح الخير راوية، صباح كل سنة وأنتم سالمين، صباح سنة وكل النساء العربيات بعافية. لا، يا ريت انه بس في السعوديه هذا حال، اعتقد جزء كبير من النساء العربيات في كل الاوطان العربيه لما بتتوفرش بيئه جيده وبيئه حاميه للنساء اكيد بكون الفرار هو حدا واحد من الخيارات الموجوده، لكن بالسعوديه اليوم الاضواء بتتسلط اكثر نظرا ل مجموع التدابير اللي بتصير على أرض الواقع فيما يتعلق، كيف أنت أشرت بالابتداء في مسألة رفع الوصاية في بعض إجراءات السفر. هذا مع أنه إحنا بنقدر تماما وبنثمن الدور اللي بتلعبه اليوم السعودية في توفير لهذا المناخ، إلا أنه هاي الإجراءات كلها منقوصة، كلها منقوصة لأنه هي رفعت إجراءات الوصاية في السفر، لكن بقي كل الوقت كل الغبن والظلم في التعاطي مع النساء والتمييز ضدهم بالسعودية، في عدم تقرير مصيرهم كيف هم بدهم. أنا يعني بحب أتحفظ على مسألة الفرار، لو الرجال في السعودية قرروا أنهم يروحوا يكملوا دراستهم ويكملوا تعليمهم أو يروحوا يعملوا أي شيء خارج البلاد، بنسميه فرار ولا بنقول هم قرروا يروحوا يبنوا مستقبلهم كيف ما بدهم؟ المسألة الأهلية مش بس بقرار بالمحكمة أو مسألة الوصاية قرار من المحكمة أو لرفع بعض الإجراءات، قرار الوصاية موجود في المملكة العربية السعودية وموجود الوصاية على النساء في معظم الأقطار العربية اللي بتحد من قراراتها بأنه شو رح تصير، شو رح تدرس، شو العمل بدها تختار وين بدها تكون بعد فترة، كل هاي الأشياء يعني بتأشر إشارة خاصة. وننوه هنا إلى أن نظام الوصاية هو المطلب الأساس للحركة النسوية السعودية، لأنه يعتبر المرأة أصلا قاصرا طول فترة حياتها ويجب أن يكون عليها وصاية. ولكن أود سؤالك عن إن كنت تعتبرين هروب الفتيات السعوديات أو حتى العربيات هي ظاهرة أم مشكلة؟ يعني في هنالك أشخاص يقولون بأنه هنالك تضخيم للمشكلة، هنالك لجان تهتم بالموضوع، ما كيف ترينا؟ هل الموضوع بهذا الحجم؟ الموضوع كبير لأنه واضح أنه لسه في علامات استفهام أو لسه باقي السلسلة ما كملتش. في قرار جيد لكن ما كملش معاه مجموعة من الإجراءات الثانية اللي هي مسؤولية أجهزة الضبط في المملكة العربية السعودية، كيف بتدبروا مع حالات العنف المنزلي؟ شو بصير فيها؟ وين بتروح؟ السلطة التقديرية اللي بتنعطى للقضاء وللناس اللي من قطاع العدالة اللي بينفذوا القانون، اللي إذا كانت أصلا ذهنيتهم بتشبه ذهنية الأسرة المعنفة، كيف بعد هيك إحنا عنا أمان أو إحنا حاسين إنه المسألة آمنة مع النساء هدول؟ كل التقارير بتشير، تقارير حقوق الإنسان، كان في مقابلة مع الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية قال إنه ما فيش بيوت أمان، ما فيش بيوت إيواء، لا ناس بتعرضوا للعنف، ما فيش تدريب لاختصاصيين كيف يتعاملوا مع هاي القضايا.
فش زي ما قلنا انه في سلطه تقديريه، يعني بتطلع من وصايه الاهل لوصايه القاضي، للقاضي بيشبه كثير الاسره. العنف المنزلي او العنف بشكل عام مقبول طالما في اطار الاسره، انه الزوج او الاهل او كل هاي المسائل في مجتمعيا ذهنيه بتقبل هاي المساله. كل هاي السلسله متشابكه لسه مش محطوط لها قوانين وضوابط بتخليش النساء بتهرب من المملكة العربية السعودية، لأنه كل الوقت ما فيش، حتى إذا بتسأليهم أنتوا بتعرفوا بتتوجهوا لمين، بتعرفوا إذا أنتوا تعرضتوا للعنف لمين لازم تروحوا، وهم بيعرفوا أنه إذا بروحوا الوكيل النيابي أو الشخص أو أجهزة الضبط في المملكة بشبه كتير العائلة ورح يرجعها على بيت العائلة حتى لو أثبتت أنه هي بتتعرض لعنف منزلي. نعم. Human Rights Watch صنفت أو سمت ما تعيشه المرأة في العالم أو في المملكة العربية السعودية تحت نظام ولاية الرجل بكمن يعيش في صندوق. برأيك هل هي تهرب أم تبحث عن أن تكون ولية أمرها، سيدة قراراتها وسيدة حياتها؟ توني المسألة في منتهى البساطة، الرجال والنساء لازم يتعاملوا بمساواة تامة، فش فرق على اعتبار الجنس، سواء كان قرارها النساء المتحققات اللي بيطلعوا يدرسوا بيطلعوا يعملوا خيارات أخرى بغض النظر عن جنسهم، بغض النظر إنه شو راح يساووا، شو الطريقة اللي راح يساووا فيها هاي المسألة. آن الأوان إنه كل مجمل القرارات تكون حكيمة. يعني إذا السعودية أخذت هذا القرار وما كملتش باقي القرارات الثانية، ما حطتش قوانين رادعة تتعامل مع مسألة العنف، ما حطتش حدود للآباء والأهل اللي بفرضوا سيطرتهم ووصايتهم على الصبايا بطريقة هالقد فجة ومختلفة، إذا بتعملش بيوت أمان، إذا بتكملش كل هاي السلسلة، أكيد في جملة خطيرة من التجاوزات. احنا بنسمع بس من الصبايا اللي بهربوا، بس بنسمعش عن الصبايا اللي انقتلت. في سارة الشريف من مؤخرا قتلها في السعودية، راحت اخذت ابلغت اجهزة الضبط وتم الاشارة انه هي معرضة للقتل، ومع ذلك تم رجعها الى بيت العائلة وبعد هيك نعم. قتلت. في اسماء كتير احنا مجهولين بنعرفش عنهم شيء، لأنه البي بي سي أو بعض التلفزيونات العربية ما عملتش تقارير عنهم، بس في واقع حال بأشر أنه كل النساء العربيات مش بعافية في حال ما تم التعاطي معهم بقوانين نعم. غير جيدة وغياب قانون حامي. نعم. طيب سيدة نهد، يعني بحديثك عن ارتباط العنف بهروب السيدات السعوديات من بيوتهن، هناك دراسة أو إحصائية أعدتها وزارة العمل السعودية ونشرتها عقاد السعودية، تقول بأن هنالك رصد ل 1750 حالة هروب من المملكة السعودية، 35 منها تعرضنا للعنف. هكذا أرقام ماذا تستوجب؟ هل تستوجب معالجة مشكلة عنف في البيت السعودي قبل الهروب الفتيات، أم هي سلسلة إجراءات وقوانين يجب البدء بها؟ صحيح راوية، الأرقام بتخوف، وأنا كمان دايما بقول أنه وراء الرقم في كمان أرقام أخرى. طبعا المطلوب أنه احنا نعمل حصانة دائمة في كل الأطراف، حصانة تبدأ من المدارس ومن الجامعات ومن الكليات ومن حتى بيوت، حتى خطباء المساجد اللي فيهم يحرضوا على العنف وفيهم كمان يحرضوا على السكينة، بفكرة أنه كل المسألة الدولة لازم تشعر بأنه في أهمية وضرورة، بدل ما بهربوا هدول النساء لازم نوفر لهم حماية حقيقية. الحماية الحقيقية بيجي من القوانين. صحيح. بعد القوانين القطاع العدلي كله بيكون بعزف نفس النوتي، يعني بفهم نفس الحقوق. مسألة حقوق الإنسان اللي تم الإشارة لها قبل شوي في الكاريكاتير، كيف ممكن تكون ثقافة حقوق الإنسان هي جزء أصيل من ثقافتنا؟ كيف أنه ممنوع منعاً باتاً تضطهد أي حدا أو تعتدي على حدا أو تضرب حدا بغض النظر عن جنسه؟ هاي ثقافة حقوق الإنسان بدأت تتعمق في المدارس. بالتالي الدولة مش لازم تعطي سلطة تقديرية للقضاء، للناس اللي بنفسه في قطاع العدالة. هاي السلطة هم بيستخدموها كيف ما بدهم، وإحنا مش متأكدين
نعم، نهد بنعم. بنعم أو لا، هل من المستحيل أن يحصل هذا التغيير داخل المملكة العربية السعودية ويعني يقلل من أعداد الهاربات من المملكة على مدى قصير؟ أكيد مش مستحيل. أنا مؤمنة في النساء السعوديات والناشطات السعوديات وفي مراكز حقوق الإنسان إنه كلها تدفع باتجاه إنه يكون في تغيير. بهذه الإيجابية جيد لكنه بحاجة. بهذه الإيجابية نختم لقاءنا معك الأستاذة ناهد أبو طعيمة، منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام جامعة بير زايد، كنت معنا من رام الله. شكرا لك. شكرا راوية. فاصل نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، وسنتحدث عن ماذا؟ الحمص والشمندر، وسنقي يعني سبل الوقاية من مرض السرطان. ابقوا معنا.